عيال الأجواء يعني جميلة جدا، الأجواء الرمضانية خاصة في المساجد وصلاة التراويح، وكذلك الأسواق عامرة بالبضائع والمنتجات رغم يعني ارتفاع طفيف في الأسعار، لكن الناس يعني تعودت على هذه الارتفاع طفيف يعني ليس بالكبير. وكذلك يعني نسأل الله عز وجل وتزامنا مع الانتخابات أيضا إن شاء الله يمر علينا العام القادم واستبدال الوجوه القديمة الوجوه السياسية بوجوه جديدة، لأنه عشنا الأزمات والمشاكل ولا زال الفساد يعني يستشري في كثير من مؤسسات الدولة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل العام القادم عام خير وبركة على أمة الإسلام. السلام عليكم. الله يسلمك.
يدي واحد شلون حركة السوق؟ ان شاء الله زين الحيل يعني برمضان وكذا والله ما شاء الله استقبال حيل زين يعني عندك مبيعات اكثر؟ اي والله خير من الايام قبل رمضان الأجواء رمضانية في الضلوعية أجواء ممتازة، الأمن مستتب، القوات الأمنية مسيطرة على الموقف، قبول العوائل والأشخاص على المحلات جيد جدا، البضاعة جيدة، ما عندنا مشكلة ويا أي رمضان، بس هناك سبب واحد وهو الكهرباء أنه ضعيفة ومستخدمين المولدات السحب، فأريد أنه الحكومة تضع حد لهذا هذا الموضوع. شراء الناس الحمد لله الناس مستتبة الآن الموجود والشراء هناك يعني البضاعة الحمد لله سعر مناسب والضلوعية إن شاء الله دوم زين بها الهو وناس السلام عليكم. عليكم السلام. شلون حركة السوق برمضان؟ والله حركة السوق هسه يعني بعد أول يوم أول يومين يعني شوي راح السوق بس بعدين يوم بعد يوم يزداد. زين عموما بالضلوعية يعني شلون حركة؟ بالضلوعية سوق ال حيسي. أفضل أمان. لا أمان إن شاء الله. تحب تهني أحد برمضان؟ ها؟ Thank you.
رمضان مبارك على جميع أمة محمد، رمضان مبارك على العراقيين. نسأل الله أن يعم الأمن والأمان على ربوع العراق. بفضل الله سبحانه وتعالى مدينة الضلوعية تشهد استقرار أمني. نسأل الله أن يديم النعمة الأمن والأمان على جميع العراقيين. حركة السوق جيدة جدا، نشهد بفضل الله استقرار نسبي للأسعار، لا توجد ارتفاع في الأسعار، هناك ارتفاع طفيف يعني قد لا يذكر. الأسواق ممتلئة بالبضائع منها العراقية والعربية والأجنبية. حركة التبضع جيدة جدا. الأمور إن شاء الله نسأل الله أن تكون الأمور تمضي إلى الأحسن بفضل الله. اسمه عمر نبي. تحية لكم في يوم رمضاني جميل في مدينة الضلوعية. مدينة الضلوعية لا تختلف عن بقية مناطق العراق، لا سيما وكل منطقة تتباين ما بين الطقوس اللي تأديها. يوم رمضاني جميل يمر على ابن الضلوعية بعد مائدة الإفطار بصلاة المغرب، وبعدها احنا نترقب صلاة التراويح. بعد ما نخلص صلاة التراويح نذهب إلى الأماكن المخصصة لكل فئة، هناك أماكن مخصصة، وإحنا نذهب إلى مجالس في مدينة الضلوعية، مجالس الشيوخ، نحتسب قهوة وحديث متبادل. هناك مناسبات اجتماعية نؤديها، زيارة مريض، إضافة لأنه مواساة الآخرين. مدينة الضلوعية لا تختلف عن مناطق العراق، هناك مشاكل تعاني منها أبناء مدينة الضلوعية، ومشاكل بسيطة وعلى الحكومة واجب تنفيذها، هي الخدمات. خدمات متمثلة بوسائل بسيطة جدا، هي الطريق في مدينة الضلوعية منتهي بشكل كامل. ما جعل الشباب بعد الإفطار وخصوصا في شهر رمضان قاموا بحملة إلى أكساء وطمر المطبات. وأيضا في رمضان يعني نعاني من شحة الكهرباء في مدينة الضلوعية، شحة حقيقية، ليس فقط في مدينة الضلوعية، لا سيما عدستكم شملت كل أرجاء المعمورة ومنها محافظة صلاح الدين تعاني من إطفاء تام للكهرباء. نناشد ومن خلالكم أيضا نكررها من خلال عدسة قناة الشرقية، نناشد أداة التواصل، نناشد أداة الإنسانية بأن تعيد الكهرباء إلى مدينة الضلوعية وبقية المناطق في محافظة صلاح الدين. Thank you.